ومباشرة ينضم إلينا عبر زوم من العاصمة الألمانية برلين الجنرال السابق إيريش فاد المستشار العسكري للمستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل ومدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية وكذلك رئيس جهاز الأمن الفيدرالي. أرحب بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية جنرال إيريش. طيب جنرال إيريش، أدخل بسرعة إلى السؤال، كيف تقيم لغاية الآن دعم حلف الناتو لأوكرانيا والذي دائما يأتي حسب الأوروبيون أو القادة الأوروبيون بأنه تحت منظور الأمن الأوروبي؟ نحن نقدم الكثير من الدعم إلى أوكرانيا. منذ عدة أسابيع كان هناك مؤتمر كبير في ألمانيا في قاعة رامشتاين لحشد كافة الجهود بما في ذلك الدعم العسكري والمالي والمساعدات الإنسانية. فالمطالب الأوكرانية تزداد بشكل كبير، يريدون المزيد من الدبابات وكذلك من الطائرات المقاتلة والهليكوبتر المقاتل والصواريخ البالستية. وحاليا هناك نقاش يدور ما يمكن أن نفعله لمساعدتهم بدون الخوض في حرب فعلية بين الغرب وروسيا، لا نريد أن تحدث هذه المواجهة وهذا الصراع. لكن ضبط إيقاع هذه المسألة مع الوقت قد يبدو صعبا حضرة الجنرال، يعني فيما يخص الأمن الأوروبي وهو المنظور اللي دائما ما يكرر على لسان القادة الأوروبيين، أي أمن هنا طالما أنه التسليح الغربي هو الذي يطيل أمد الصراع حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ في الموقف العام نحن نحاول مساعدة الأوكران في أفضل طريقة ممكنة، لا نريد أي تصعيد للحرب، لا نريد أن نصل إلى حرب عالمية ثالثة، ولكن لابد أن نفعل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار للأوكرانيين، ويمكن في المستقبل يكون لدينا موقف أفضل لمحادثات ومفاوضات السلام وغيرها. طيب حضرة الجنرال، استراتيجية التسليح الأوروبي اختلفت كثيرا مؤخرا وأخذت ملامح مختلفة حقيقة طبقا للمعطيات على الأرض. أريد أن أعرف يعني كيف تدار المسألة، مسألة استراتيجية التسليح الأوروبي لأوكرانيا، وما هو سقف العطاء الألماني تحديدا في مسألة التسليح الأوكراني؟ نحن نفعل الكثير في هذا الأمر. آخر قرار تم اتخاذه هو إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا، وأنا لدي بعض الشكوك إذا ما كانت هذه الدبابات هي أفضل وسيلة في هذه المرحلة، لأن هناك حاجة إلى الوقت لتسليم هذه الدبابات إلى غرب إلى شرق أوكرانيا. أعتقد من وجهة نظري أنها لن تؤثر على العمليات العسكرية بالشكل المرغوب والتي نواجهها خلال الأسابيع الماضية، لا سيما خلال هذا المسار من الصراع. وبعيدا عن ذلك، إن تسليم الدبابات يعني أن لابد أن نسلم الحزمة كاملة من الحزمة الإدارية واللوجستية من الدعم، مثل الزخائر وغيرها من حزم الدعم. هذه الأمور تضع أمامنا الكثير من التحديات، ولكن تم اتخاذ هذا القرار بالتوافق مع حلفاؤنا
باتخاذ قرار توفير الدبابات والفرصة لأوكرانيا للوقوف أمام العدوان الروسي، ولكن الموقف العسكري على الأرض ليس يسيرا على أوكرانيا. لكن أفهم من كلامك بأنه هناك تحفظ على مسألة تسليم الدبابات ليوبارد 2، وبالمناسبة أيضا هذا الموضوع نفسه شكل خلافا ليس بالهين بين أمريكا وألمانيا حضرة الجنرال. لدينا توافق في الرأي بين ألمانيا والولايات المتحدة، حيث أنهم قرروا إرسال دبابات إبرام M1، ولكن سوف ينفذ هذا القرار في العام القادم، وليس هناك أي تأثير لهذا القرار على العمليات الحالية في أوكرانيا. المستشار الألماني أولاف شولتز لديه تحفظات في إرسال الطائرات القتالية المتقدمة إلى أوكرانيا، رأيك حضرة الجنرال في هذه المسألة أو بالأحرى هذا التحفظ؟ أنا أتفق تماما مع المستشار الألماني. لماذا؟ هو يريد مساعدة الأوكران وبكل الطرق الممكنة، ولكن الطائرات المقاتلة من وجهة نظري هي خطوة كبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير، وهي أمر غير واقعي تماما. لابد من تدريب الأوكران والطيارين الأوكران في البداية على هذه الطائرات الغربية، وهذا يأخذ الكثير من الوقت. فهذا القرار إذا تم اتخاذه في الحقيقة لن يؤثر على العمليات العسكرية في العام الحالي. ولكنه هل سيؤثر على علاقة ألمانيا بحلف الناتو في مسألة التسليح، أو كل دولة تسير طبق قدراتها هنا؟ كان لدينا بعض الحوار داخل الدول الأوروبية والحلفاء الأوروبيين في وكذلك مع الحلفاء في الناتو. نريد أن نساعد بشكل منسق ومرتب، وبالتالي نعقد الكثير من المؤتمرات وننسق كافة الجهود والإجراءات التي نتخذها لدعم أوكرانيا. لا دولة أو حليف تتخذ قرارا فرديا، ولكن نأخذ القرار بشكل جماعي ومن خلال التوافق، ولذلك أعتقد أن هذه هي أفضل الطرق. طيب اليوم رصد حقيقة هجوم روسي كان مكثف، ربط بشكل أو بآخر حسب المراقبين بجولة الرئيس الأوكراني زيلنسكي الأوروبية، وكلما اقترب يعني أو هكذا يفهم، كلما اقترب زيلنسكي من الأوروبيين أكثر استشاط الروس والرئيس الأوكراني فولاديمير بوتين. كيف تقرؤون هذه المشهدية حضرة الجنرال؟ يمكن أن أقول أن الموقف العسكري الحالي صعب للغاية على الجانب الأوكراني. هناك جمود في الموقف العسكري، الأمر هنا يعتبر حربا ليست شبيهة بالحرب العالمية بالطبع، ولكن عانينا من هذه الأزمات بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولكن هناك بعض الجمود في الموقف. فالرئيس الأركان الأمريكي ذكر هذا الأمر أيضا، وأنا أتفق تماما مع ما ذكره ومع تقديره للموقف، وهذا يعتبر أمر مستحيل أن نجد حلولا عسكرية في أيامنا هذه، ولذلك أنا أدعم بشدة قرار التفاوض بين الولايات المتحدة في واشنطن لإنهاء هذه الحرب. طيب حضرة الجنرال، سؤالي الأخير لحضرتك، بما أنك طبعا كنت المستشار العسكري للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، واللي كان معروف عنها طبعا بأنها من أكثر القادة الأوروبيين الذين خلقوا حالة من الموائمة مع الروس، هل لو كانت موجودة الآن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل كانت الأمور ستسير بنفس الوتيرة أو لا؟
هذا سؤال عسير لا أستطيع إجابته، فالموقف جديد تماما، ولكن أنجلا ميركل كانت دائما تدعم كافة العلاقات وكافة اتخاذ عمليات اتخاذ القرارات الجماعية من خلال التوافق. كل ما نفعله سياسيا لابد أن يكون له غرض نهائي. إذا نقلنا هذا الرأي إلى بشأن هذه الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، هذا يعني ويرى في النهاية أنه لابد من تجنب المواقف التي تدفع بنا إلى حرب عالمية ثالثة. حتى بعد هذه الحرب روسيا لن تختفي من النطاق، لابد أن نجد سبيلا للتوافق والعيش معا مع روسيا. ونرى من وجهة نظر هذه يمكن أن أقول سوف تفكر بنفس الطريقة وسوف تبحث عن كافة السبل لإنهاء هذه الحرب من خلال بدء التفاوض والحديث والحوار بشأن إنهاء الحرب من خلال بعض الطرق التي يمكن نضعها مستقبلا لتجنب استمرار هذه الحرب. شكرا جزيلا لهذه المداخلة معنا، كنت من برلين. معنا الجنرال السابق إيريش فاد، المستشار العسكري للمستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل، مدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي.